لأنه يثيب إذا عصاه لما يثيب به إذا أطاعه، وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله ولا وما لا يفعله. معلوم هذا واضح، ومن ظن به هذا من أكبر سوء ظنه، بل هو السيئة الوسخية. إنسان مثلا يفعل معصية يقول اللهم أثبني عليها، نعم لا أحد يفعل هذا الفعل إلا وهو ظن، قد ظن بالله ظن السوء.